أوجز الأخبار من البوابة نيوز، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك لفيف من قادة وزعماء وملوك ورؤساء ورؤساء حكومات دول العالم، حيث تنطلق غدا الاثنين قمة عالمية للمناخ تحت عنوان مؤتمر القمة المعني بالمناخ 2019، وذلك تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث تعقد هذه القمة على هامش اجتماعات الدورة العادية 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعزز رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن من تواجدهم بمحيط المدارس والجامعات بالعاصمة تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم تعزيز الخدمات الأمنية وبخاصة في المناطق التي تضم مجمعات مدرسية، وانتشرت عناصر القوى النسائية بالشوارع ومحيط المدارس لمواجهة التحرش وضبط المشاغبين ولتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة. وفي العاصمة الليبية طرابلس يسلك الجيش الوطني الليبي مسارا تصاعديا مع إطلاقه خلال الساعات الماضية هجوما جديدا ضد الميليشيات بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية، وطلب بيان القوات المسلحة السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات ومواقع تمركز الميليشيات، موضحا أن هناك قصفا جويا وبريا على معسكر اليرموك جنوب طرابلس. قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجوبير إن المملكة ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها. وأضاف الجوبير في أول رد رسمي للرياض على إعلان ميليشيات الحوثي وقف الهجمات على السعودية، قال إننا نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وسنرى إن كانوا سيطبقون فعلا المبادرة أم لا. ورياضيا يتجه السويسري ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بعدم المخاطرة بالثلاثي وليد أزورو وياسر إبراهيم وعمر السولية أمام السموحة، وسيستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية يوم الاثنين مباراة الأهلي وسموحة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري، حيث يميل ريني فايلر في عمله إلى الاعتماد على اللاعب الجاهز بدنيا بنسبة 100%. وفنيا يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعالياته لليوم الثالث على التوالي داخل مدينة الجونة بالغردقة، والمقرر استمرار فعالياته حتى يوم 27 من الشهر الجاري، حيث يعرض الفيلم اللبناني 1982 للمخرج وريد مؤنس المشارك ضمن المسابقة الرسمية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب ثم تتعرض البلاد لهجوم جوي وتكون الحرب هي الخلفية التي تحتل القصة. يمكنكم متابعة المزيد من أخبارنا وبرامجنا عبر موقعنا الإلكتروني البوابة نيوز.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.